أخذت الرقمنة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي حيزاً كبيراً من معرض الصحة العالمي 2019 والذي أقيم في دبي الأسبوع الماضي. وبحسب تقرير لبي دبليو سي يوجد في المنطقة نقص كبير في الأطباء والممرضات يصل إلى 60,000 طبيب، ويتطلب الأمر 5 إلى 10 سنوات لتدريب الطبيب. هذه الفجوة يمكن تحجيمها من خلال الذكاء الاصطناعي والروبوتات. لنتابع معا. هل أنت مستعد للخضوع لعملية جراحية يجريها روبوت؟ ربما ليس بعد. ماذا عن فحوصات تشخيصية؟ هل ستثق بالنتائج؟ بحسب تقرير لبي دبليو سي، وجد أن مرضى اقتصادات الدول المتطورة كما في الغرب وأوروبا أقل استعداداً لتقبل تطبيقات الذكاء الاصطناعي الطبية بسبب تطور الطب والإنفاق الحكومي على التأمين الصحي، فيما يبدو الأفراد في الدول النامية أكثر ثقة في التكنولوجيا والآلة بسبب قلة الثقة في الخبرات الطبية الموجودة وتراجع الإنفاق الحكومي في بعض الدول. فإنه النتائج تكون أدق، فاحتمالية أنه هذا البرغي في مكان خطأ كلش تقل، فنقول من 5% إلى 1%. في الخليج هناك نقص كبير في الأطباء والممرضات، نحتاج إلى 60,000 طبيب، ويتطلب الأمر 5 إلى 10 سنوات لتدريب طبيب. هذه الفجوة يمكن تحجيمها من خلال الذكاء الاصطناعي والروبوتات. وفي منطقة الشرق الأوسط، الذكاء الاصطناعي في طليعة بعض الخطط والمبادرات الاستراتيجية الرئيسية للحكومات. إذا نظرت إلى السعودية مثلاً، سيضيف الذكاء الاصطناعي 135 مليار دولار عن طريق تغيير كبير في إنتاجية العمال وتطور في الخدمات، كما سيضيف 96 مليار دولار في الإمارات بحلول 2030، ما يشكل نحو 14% من الناتج المحلي الإجمالي. مثلا نعرض اليوم وحدة القيادة المركزية التي يمكن أن تستخدمها الوزارات لربط كل المستشفيات مع بعضها لمعرفة الحالات الطارئة التي تستوجب أولوية والحالات التي يمكن فيها إخلاء الأسرة بحيث تتوفر طاقة استيعابية أكثر. وأيضا لدينا هنا الاشتراك الذكي للتصوير المقطعي لتقصي أي نزيف في الدماغ وبالتالي منع السكتة الدماغية. يستمر الاستثمار في ابتكارات قطاع الصحة في المنطقة، فيما يلي بعض الأمثلة. سمر المشطة، العربية.